ليلة صافية رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل المباراة ليس من السهل على الشاب مثل فينيسيوس أن يتواجد في فريق كبير منذ سن صغير وتكون على عاتقه مهمة كبيرة جدا. كثير من اللاعبين يفشلون وينهارون تحت هذا الضغط الهائل، بالذات عندما تلعب في نادي عملاق وجماهيري. فينيسيوس جونيور، دانييلو، يا لعيب كرة جميلة هنا. برونو غيماريش، نيمار، البرازيل ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. برونو غيماريش وصلت إليه كرة من جهة اليمين، لعب في وضعية رائعة جدا لملع الكرة الأخيرة. بيدري، أسنسيو، بيدري يلعبها على اليمين، ماركوس يورينتي، تدخل في توقيت حاسم، رمية جانبية إذن. أسنسيو، استلام جميل الكرة، كرة عرضية. لمسة على اليسار، مساحة خالية على الجانب، مروا عدى بشكل جميل. يلعب كرة على اليسار، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. كرة إلى الأمام، أليكس تيليز، ماركينوس، كازيميرو، بمبدأ الأمان يعود بالكرة، يلعب كرة للجانب الأيمن، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى نيمار. أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا. كارفاخال، أسنسيو، يورينتي، كرة طويلة للأمام، ماركينوس، أليكس تيليز. اللعب يتغير الآن، كرة للجهة المقابلة مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. نيمار، أفقد الخصم التركيز، التوازن. كارفاخال، أسنسيو، أسنسيو، إسبانيا لديه جودة كبيرة في التمرير. يبحث عن زميله، أسنسيو يتمركز في المساحة على الكرة الرأسية، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. موراتا حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز.
بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. برونو غيماريش البرازيل يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. أسينسيو اعتراض رائع للكرة. نيمار يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن التنفيذ لم يكن جيد. وترجع الكرة إلى الحارس. إيدير ميليتاو إسبانيا يحاول فرض شخصية أسلوبه من البداية في هذه المواجهة. مع هذه البداية القوية هم الأقرب للتسجيل بحكم الفرص المتاحة. أكيد أن الخصم راح يشعر بالضغط ويتحمل عبء كبير في هذه المباراة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. برونو غيماريش، فينيسيوس جونيور، فريد، أليكس تيليز، فريد، مهارة كبيرة في الاستلام. هنا كرة أرضية. تعادل بدون أهداف مستمر. يبحث عن المهاجم، لمسة على اليسار، كرة تمر من الجميع، تمركز سليم لقطع الكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. فريد دانييلو يعود بالكرة لخط الوسط. جابرييل جيسوس، جابرييل جيسوس إلى خارج المرمى. يدرك جيدا انه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافه البعيده، لكنه في الاخير فشل. خسر المواجهة أمام خصمه. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، الدفاع كانت له الكلمة الأخيرة. فينيسيوس جونيور، ألفارو موراتا، كارفاخال، بينية جميلة، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. لابورتي، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. رودري، كارفاخال عند المساحة الخالية على الطرف، ضربة راسية يشتت الكرة بعيدا. رودري، يورينتي، لمسة على اليسار، يلعبها طويلة. لابورتي يتسبب في خطأ.
غيماريش يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. برونو غيماريش كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين. يلعب كرة على اليسار، يزول خطر مؤقتا بعد التدخل سريع من المدافع على الكرة العرضية. الآن تحولت إلى ركلية. نيمار يلعبها قصيرة. نيمار فريد ويعود بالكرة إلى الوراء، يسيطر على الكرة. فينيسيوس جونيور محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. باو توريس جوردي ألبا، تغيير جميل للعب. يورينتي أسنسيو مرت الكرة بشكل جميل. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. الجهة اليمنى اليوم تقوم بواجبها على أكمل وجه، حتى لا نرى أكثر من كرة عرضية من هذه الجهة. واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة. من الواضح للجميع أن الدفاع مكشوف في هذه الجهة، من الصعب الإجابة على تسديدة من أول لمسة. خيبة أمل كبيرة على إضاعة فرصة قريبة من المرمى. الله اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. دانيلو، برونو غيماريش، برونو غيماريش، أليكس تيليز، فريد، أليكس تيليز يلعب كرة طويلة، موجود لإبعاد الكرة. تمريرات رائعة وقصيرة بين اللاعبين. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يدير ميليتاو، نيمار، برونو غيماريش، يدير ميليتاو، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. يعانون جدا في التمريرات، ضياع الاستحواذ، ضياع الكرة والكثير من التمريرات الخاطئة. تلعب الكرة إلى الأمام، يلعبها على طرف الملعب. عرضية لا تمر، تخرج إلى ركنية. ملعوبة قصيرة من فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور كرة عرضية للقائم الثاني، وتلعب عرضية أخرى. موجود إبعاد الكرة، يفضل العودة بالكرة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. كم يحتسب رمية جانبية. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. أنسو فاتي، بيدري، يحاول لعب الكرة إلى الأمام. دفاع
كثيرة كانت المحاولات لكن غابت فينيسيوس جونيور. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. والكرة تجاوزت الخط هنا. بيدري، جوردي ألبا، بيدري، إنسو فاتي. الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعب رمية التماس. فريد يبعد الكرة عن مناطقه. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ماركوس يورينتي. بيدري. فرصة. إنسو فاتي. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى. ابداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم، لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. جابرييل جيسوس، دانييلو. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. بيدري، أسنسيو، يورينتي يلعبها في المساحة. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. ماركينوس، لمسة إلى الهجوم. دانييلو، دانييلو في كرة ممتازة على الجهة اليمنى. ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. كرة تمر بسلام على المدافعين. برونو جيماريش، فرصة نيمار. تكون هذه فرصتهم. البرازيل ومحاولة مع المرتدة. هذه هي كرة القدم. أسنسيو على الجهة اليمنى. ماركوس يورينتي. ضغط قوي وينجح في استعادة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم.
هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. برونو غيماريش قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. دانيلو، نيمار، دانيلو، بيدري، يورينتي. إسبانيا ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. إنسو فاتي كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. إيدير ميليتاو، برونو غيماريش، دانيلو، أليكس تيليز، فينيسيوس جونيور، لابورتي، بيدري يرسلها للجانب الآخر من الملعب. يورينتي، يورينتي، رودريب، أسنسيو يلعبها على اليمين. أسنسيو موهبة كبيرة، فنيات عالية، حريف. الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم، يلعبها لمنطقة الخطر. نيمار، رودري، أسنسيو، موراتا يتلقى الكرة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين ويلعب العرضية. برونو غيماريش، نيمار، دانيلو، أليكس تيليز يرفعها عالية، ينجح في إبعاد الكرة. حصلوا على رمية جانبية. يورينتي يتدخل، يبعد الكرة، كرة عرضية الجانب الآخر من الملعب. موراتا، البرازيل يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. أليكس تيليز، كل فريق يعبر عن نفسه من البداية، واضح أنه كلا الفريقين عندهم صبر كبير في بداية المباراة، لا أحد يريد أن يتقدم ويأخذ زمام المبادرة، الطرفين عندهم الكثير من الحذر في الدقائق الماضية، لا يريدون المخاطرة بشيء إطلاقا. يورينتي، جوردي ألبا، أسنسيو، كارفاخال، الفارو موراتا، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا، موراتا. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، كرة طويلة للأمام، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، اتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرة. نعم، أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. عادت الكرة، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة.
ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إمرار شفاهي للاعب. كرة إلى الأمام، فينيسيوس جونيور، فريد، كرة من جهة اليمين، دانييلو. حتى الآن نشاهد مواجهة بدون أهداف. دانييلو، قد تكون هذه فرصتهم. يعود بالكرة للوراء، ضربة رأسية، الكرة إلى خارج المرمى. نيمار لم يكن في المستوى المطلوب في هذه الفرصة، أضاع على فريقه هدف. يورينتي، أسينسيو، كرة خرجت إلى رمية جانبية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. أسينسيو، رودري، واضح عمل المدرب هنا من خلال هذه التمريرات الجميلة. إيدير ميليتاو يشتت الكرة، والكرة تخرج إلى رمية جانبية. كازيميرو، أسينسيو، اعتراف رائع للكرة. إيدير ميليتاو، ماركينوس، برونو غيماريش، دانييلو. دانييلو يهرب في الجهة اليمنى، لمن هذه الكرة يا ترى؟ يلعب كرة على اليسار. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ لابورتي، يورينتي، رودري. إسبانيا لديه جودة كبيرة في التمرير، تدخل رائع، كان عليه أن يواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرمى فريقه. رودري على تنفيذ الخطأ، نجح في ابعادها عن مناطق الخطورة. أليكس تيليز يفضل العودة بالكرة. إيدير ميليتاو، برونو غيماريش، جوردي ألبا، ماركوس يورينتي. فاتت ومرت وصلت إليه، يحتسب الحكم ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة.
أسينسيو يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. دانييل لوب، نيمار، أليكس تيليز يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. تعاملوا مع الأرضية بشكل جيد. باو توريس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. إنسو فاتي، بيدري، إنسو فاتي، بيدري يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. مر بكل سهولة، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. تعود الكرة إليهم مرة أخرى، كرة تعود إلى ماركوس يورينتي. ردة فعله سريعة جدا، قام بعمل رائع في التحضير من أجل التسديدة، لكن في النهاية لم ينجح في وضعها في الشباك، كان يحتاج إلى دقة أكبر. برونو غيماريش أليكس تيليز وصلت إليه، عرضية داخل ال 18، تمريرة بعيدة كان بإمكانه تنفيذ الكرة بشكل أفضل. سيستلم هذه التمريرة الطولية، كارفاخال، رودري، إيدير ميليتاو، نيمار، أليكس تيليز سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. جوردي ألبا، يستعيدها برونو غيماريش، نيمار، أليكس تيليز، فينيسيوس جونيور، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بيدري، يورينتي، ضغط كان عليه قوي جدا. برونو غيماريش، نيمار، دانييل لوب، برونو غيماريش، كثيرة كانت التصويبة على المرمى، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. دانييل لوب لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع،
القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. رودري، لابورتي، يورنتي، باو توريس، أنسو فاتي. مهارة غير عادية تظهر هنا، كرة عرضية، بيدري، فينيسيوس جونيور يبحث عن زميله، راحت الكرة ويمر قوية من جيسوس، مخالفة واضحة جدا لكن الحرة يحتسب الحكم. أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. نيمار، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. بيدري بدون مخاطرة يعود بالكرة. إنسو فاتي ينجح في قطع الكرة. دانيلو، إيدير ميليتاو، دانيلو، نيمار، برونو غيماريش، يورنتي، وتدخل كان حاسم هنا من أجل استعادة الكرة. يورنتي، كرة تعدي الخط ورمي التماس، خرجت مرة أخرى وبالتالي إلى جانبية. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. دانيلو، نيمار، لمسة بينية، أمام فرصة للتسجيل، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. أسينسيو، مرت الكرة والكرة العرض، موراتا، محاولة جيدة لكن هدف ضيع الفريق اللي كان قريب جدا من التسجيل. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، نيمار، الكرة ملعوبة من مسافة، يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة.
45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد شوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. ماركينوس يلعبوها للأمام. فينيسيوس جونيور لمسة على اليسار، لمسة داخل منطقة الجزاء. جابرييل جيسوس كرة في المرمى، جول. قدر على الظهور في مثل هذه الأوقات، هذا الشيء يظهر لك النجوم، شخصية اللاعبين، سمتهم، مهاراتهم، قيمتهم، شخصيتهم. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. إنهاء رائع للهجمة، هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال الفرص، استغلال المساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. جوردي ألبا، أنسو فاتي، بيدري، أسنسيو، يورينتي. بيدري، جوردي ألبا يستقبلها في وضعية جيدة. يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه، والأرضية ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. إمكانية مرتدة الآن. فينيسيوس جونيور في الوقت المناسب يتدخل. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. بيدري، أسنسيو يسيطر على الكرة، تعود الكرة بسرعة. أنسو فاتي، جوردي ألبا، بيدري، رودري، أسنسيو، كارباخال، رودري، إنسو فاتي. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. إنسو فاتي قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. يحصل عليها جابرييل جيسوس، برونو جيماريش، أليكس تيليز، رودري، موراتا، بيدري، إنسو فاتي. يبعد الكرة. لابورتي، كرة طولية إلى الأمام. إنسو فاتي فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. سيطرة من الحارس على الكرة. جوردي ألبا، أنسو فاتي، أسنسيو. إسبانيا متأخر في النتيجة بفارق هدف. جوردي ألبا،
بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. بيدري تلعب الكرة إلى الأمام. بيدري ماركوس يورينتي تغيير لاعب على الأجناب. جوردي ألبا مرور جميل هنا. بيدري رودري بيدري يلعب كرة على اليسار. جوردي ألبا تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. والضربة من رودري. ماركينوس يبعد الكرة. تغيير اتجاه اللعب. كرة طولية إلى الأمام. يورينتي من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. إنسوماتي إنسوماتي دفاع يشتت الكرة. إسبانيا يسير في الاتجاه الصحيح في المحاولة الهجومية. واضح النهج الجديد في الهجوم. الآن فيه لعب هجومي. بيدري رودري يورينتي. واضح أن الفريق يحاول في هذه المباراة. بالتأكيد لا يستحق التأخر في النتيجة في رأيي، لأنه الند بالند في الملعب تقريبا أمام خصمه. تمريرة جميلة. ماركوس يورينتي جدا. أسنسيو يلعب كرة قصيرة. إسبانيا ومحاولة مع المرتدة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. ماركينوس أليكس تيليز. ماركينوس فريد إيدير ميليتاو دانيل لوب برونو غيماريش. دانيل لوب دانيل لوب دائما ما يحاول تقديم الإضافة الهجومية قدر المستطاع. إنسو فاتي أنسو فاتي بيدري كارفاخال أسنسيو يورينتي فينيسيوس جونيور يبحث عن المهاجم يعدي إلى منطقة الجزاء. نيمار غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار فضاعت منه الكرة في آخر مشوار. ألفارو موراتا مرت الكرة بشكل جميل.
أليكس تيليز، فريد بمبدأ الأمان يعود بالكرة، لمسة على اليسار، بيدري، إنسو فاتي، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، يلعب كرة على اليسار، إنسو فاتي، مرت الكرة، ماركوس يورينتي، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى، محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. إيدير ميليتاو، ماركينوس، دانيل لوب، أليكس تيليز، فينيسيوس جونيور، نايمار، دانيل لوب، إنسو فاتي، يتلقى الكرة، دانيلو يستلم الكرة من الخلف، هذه نايمار، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، نايمار يعترف هنا بروعة هذا اللقاء، روح رياضية جميلة في الحقيقة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر، برونو جيماريش يلعبها على طرف الملعب، يلعبها ضربة رأسية، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. يبعد الكرة بعيدة عن المرمى، الكرة ملعوبة من مسافة، خسر المواجهة أمام خصمه، يورينتي، أسينسيو، أسينسيو خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى، كارفاخال بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة، فريد، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى
دانييل لوب، نايمار، موراتا تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد. عدت الكرة مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. إسبانيا مستعجل بعض الشيء أمام المرمى، الوقت يمر ويضغط على الفريق بالتأكيد لإدراك التعادل قبل النهاية. نيمار، فريد، كازيميرو، دانييل لوب، برونو غيماريش، الكرة ملعوبة إلى الأمام. إنسو فاتي، إسبانيا يسعى بشدة لتحقيق التعادل في هذه المباراة، فرصة واحدة قد تصنع الفارق في هذه المباراة، عليهم أن يقاتلوا من أجل هذه الفرصة. لعبة جميلة هنا، بيدري، بيدري لاعب في الأمام في مكان التسلل. إسبانيا ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. أليكس تيليز تحكم رائع في الكرة، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، يرسلها داخل نايمار، محاولة لم تكن سيئة. بالكرة وسط الملعب، بينية رائعة، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. أسينسيو إسبانيا عليه استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل، لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس الدقائق الأخيرة. بيدري اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. برونو غيماريش لا يجازف، يحاول الحفاظ على الكرة حتى النهاية. أليكس تيليز، فريد يفضل العودة بالكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعبها في المساحة. فينيسيوس جونيور، البرازيل بحاجة لأن يستغل هذه الفرصة من أجل حسم الانتصار في الدقائق الأخيرة. فريد، كازيميرو، يدير ميليتاو، كازيميرو، ماركينوس، أليكس تيليز، دانييل لوب، برونو غيماريش، فريد. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. جوردي ألبا، إنسو فاتي، رودري، ماركوس يورينتي يلعبها لمنطقة الخطر، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.
برونو غيماريش بدون مخاطرة يعود بالكرة، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. يورينتي، أليكس تيليز، كازيميرو، نيمار يلعبها على اليمين، يحاول أن يلعب كرة بينية بقراءة ممتازة، يقطع الكرة، بإمكانه إبعاد الكرة. برونو غيماريش، فريد، فينيسيوس جونيور، نيمار ممتاز في التمرير. برونو غيماريش يلعب كرة على اليسار، فريد، نيمار، باو توريس يشتت الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تحرك بقوة هائلة، والعرضية، كرة عرضية بلا أي معنى. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. أليكس تيليز، دانييل لوب، نيمار، فاتت ومرت وصلت إليه، فينيسيوس جونيور، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ. فينيسيوس جونيور ربما كان عليه أن يفكر في خيارات أفضل من التسديد من هذه المسافة. إيدير ميليتاو بدون مخاطرة يعود بالكرة، فريد، إسبانيا يبحث عن تسجيل هدف التعديل مع تأخره بفارق هدف وحيد. دانييل لوب، برونو غيماريش، جوردي ألبا، نيمار. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. دانييل لوب، جابرييل جيسوس كان على وشك استغلال هذا الخطأ. يلعب كرة قصيرة، عرضية من جابرييل جيسوس، تشتيت الآن، كرة خرجت إلى رمية جانبية. دانييل لوب، الكرة، جابرييل جيسوس، والآن فرصة موجودة، فريد، تحكم غير عادي بالكرة، فريد، يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه، يلعبها ببراعة. ينجح في قطع الكرة. أليكس تيليز،
تمريرة جميلة. نايمار هنا يمر، لا يمكن يهد نايمار، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. كرة تمر بسلام على المدافعين، أمام فرصة للتسجيل، الآن فرصة لهجوم معاكس، الخطورة الآن في الجانب الآخر، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، اتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرة، نعم، الحكم يخرج البطاقة الصفراء بدون تردد. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. مهم جدا الآن أن يجد المدرب الحلول اللازمة لفريقه من أجل التعامل مع هذا الموقف بشكل أفضل. أي خطأ راح يحسم الأمور تماما، أي فرصة ضائعة تعني تقليص فرص العودة في هذا اللقاء. بيدري، أنسو فاتي يفقد الكرة تحت الضغط، يحتسب الحكم ركلة حرة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. لعبة جميلة هنا، غابرييل جيسوس، الله على الكرة، هدف برازيلي. أوه يا لها من متعة، هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط، هذه سمات اللاعبين الكبار. ولديهم تقدم بهدف وحيد. أسنسيو يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة،
ماركينوس كانت تبدو واعدة هذه الهجمة، لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب. كارفاخال، يورينتي، أليكس تيليز، ماركينوس، فريد، أليكس تيليز، دانيل لوب، برونو غيماريش، نايمار. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. الكرة ملعوبة من مسافة، يلعب كرة على اليسار، وتأكل قوي. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. جوردي ألبا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. بيدري، كرة عرضية الجانب الآخر من الملعب. يورينتي، رودري، إنسو فاتي يفقد توازنه. كازيميرو، إيدير ميليتاو، نايمار. والكرة تخرج إلى رمية جانبية. دانيل لوب يلعب كرة بينية، تلعب الكرة إلى الأمام. البرازيل لديه جودة كبيرة في التمرير. كرة من جهة اليمين، إنسو فاتي، يفضل العودة بالكرة. كرة طولية في اتجاه أسنسيو. يورينتي، إسبانيا يحاول إيجاد طريق للعودة في النتيجة في شوط المباراة الثاني. إنسو فاتي، ماركينوس يتدخل، يبعد الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. كارفاخال، أسنسيو يلعب كرة للجانب الأيمن. تمريرة جميلة. أسنسيو، حكم يحتسب رمية جانبية. نيمار، كرة إلى الأمام، لمسة على اليسار، يتعثر ويفقد توازنه. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، كرة تعدي الخط ورمية التماس. بدون مخاطرة يعود بالكرة. باو توريس، لابورتي، أسنسيو، أسنسيو، يورينتي، أسنسيو، كارفاخال يلعب كرة طويلة، تمريرة بعيدة بدون خطورة. نيمار، إيدير ميليتاو، تأخر كثيرا في اتخاذ القرار، فات الميعاد. أنسو فاتي،
محاولة من جهة اليسار يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، كرة تمر بسلام على المدافعين. إسبانيا يسير في الاتجاه الصحيح في المحاولة الهجومية، محاولة لخلق فرص هجومية، الآن تقدم جيد. فريد، لمسة على اليسار، أليكس تيليز يستلم الكرة من الخلف، وان تو جميل، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. يلعب كرة للجانب الأيمن، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات، يبعد الكرة إلى بر الأمان. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. أكيد يحاولون قتل المباراة والخصم بتعزيز التقدم، لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن أيضا يهاجمون. يلعب كرة على اليسار، بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. كرة تصل اللاعب، كان لابد من التشديد، يستعيد الكرة سريعا. أليكس تيليز، بينية رائعة، يرسلها عند القائم البعيد، كرة رأسية، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. دانيلو حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. لمسة على اليسار، جوردي ألبا، بيدري، أنسو فاتي، جوردي ألبا، بيدري، بمبدأ الأمان يعود بالكرة. يورينتي يستقبل كرة في وضعية ممتازة، مهارة غير عادية بالكرة، لمسة، دفاع ينجح في بعض الكرة عن منطقة الخطر، والآن لديه ماركوس يورينتي، وضاعت فرصة محققة لإدراك التعادل. الحارس كان حاسما هنا، اتخذ القرار الصحيح وتقدم ليمنع الخطورة، بالتأكيد أنه نجح في ذلك. موجود لإبعاد الكرة، وستكون هنا رمية تماس. جوردي ألبا، إنسو فاتي، جوردي ألبا يستقبلها في وضعية جيدة ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. إسبانيا ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. إسبانيا يحاول بقوة أن يعود في النتيجة، فرصة واحدة قد تصنع الفارق في هذه المباراة، عليهم أن يقاتلوا من أجل هذه الفرصة. إنسو ماتي، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، ضربة رأسية، وضاعت فرصة محققة لإدراك التعادل. جابرييل جيسوس لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. رودري، باو توريس، أسنسيو، يورينتي، رودري، بيدري،
سرعة غير عادية ودقة في التمرير. موراتا لعبة في منتهى الروعة، هدف. هذه السيطرة الإيجابية على الكرة، نقل الكرة بشكل رائع بسرعة بدقة في التمريرات، خلق الفرصة ثم جلب الهدف. في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأصبحت النتيجة هي التعادل ثانية. دانييلو بيدري تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة. كارفاخال، تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. إبعاد ناجح للكرة والكرة تخرج إلى رمية جانبية. لابورتي مساحة كبيرة، نيمار يلعبها لمنطقة الخطر. برونو غيماريش جوردي ألبا، قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. موراتا أسنسيو يهرب في الجهة اليمنى، لمن هذه الكرة يا ترى؟ تحكم رائع في الكرة. بيدري يحصل تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. لديه حلول كثيرة الآن. يستعيدها بسرعة. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية الشوط الثاني. سنلجأ إذن الآن إلى أوقات إضافية. تعادل عادل في هذه المباراة حتى الآن منذ الدقيقة الأولى. سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. يعود شوط المباراة الثاني وتنتظرنا 45 دقيقة أخرى من الإثارة. أظهروا إصرارا كبيرا وعزيمة هائلة في هذه الدقائق بالذات بعد هدف التعادل. المعنويات عالية، الأمال مشتعلة، ربما لديهم أكثر من ذلك في الدقائق القادمة. جوردي ألبا يستلم الكرة من الخلف. إنسو فاتي الآن إمكانية المرتدة. يمر يلعب كرة بينية في المكان الخالي. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين.
قد تكون هذه فرصتهم. أنسو فاتي، كرة عالية، موراتا، ماركوس يورينتي، مجهود رائع. يورينتي لم ينجح في هز الشباك مع هذه التسديدة، كان عليه أن يركز بشكل أكبر. دانيلو، إيدير ميليتاو، برونو جيماريش، كرة طويلة بعيدة جدا، بيدري، جوردي ألبا يلعب كرة بينية، إنسو فاتي يستقبلها في وضعية جيدة، موراتا، جابرييل جيسوس، نيمار ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، في وقت مناسب جدا يقطع الكرة، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ نيمار، دانيلو، مهارة كبيرة في الاستلام، الحكم يشير إلى ركلة ركنية، تشتيت الكرة، كرة إلى الأمام، برونو جيماريش، دانيلو، لمسة بينية، مهارة غير عادية، وصلت إليه، يبحث عن المهاجم، بينية جميلة، كرة خطيرة إلى الأمام، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. فريد، إيدير ميليتاو، دانيلو، فريد، أليكس تيليز، فريد، فينيسيوس جونيور يلعبها داخل الثمنتاش، يبعد الكرة عن المرمى، كرة من جهة اليمين، أسينسيو، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، تاكلينج مثالي وتدخل رائع، أليكس تيليز، فريد، كرة طولية إلى الأمام، جوردي ألبا، أنسو فاتي، تنطلق الصافرة إذن وينتهي الشوط الإضافي الأول، ربع ساعة، ركلة البداية في الشوط الإضافي الثاني، يا لها من مباراة بذل فيها الكثير من المجهودات،
والجميع ينتظر كيف ستكون نهايتها. كانت هذه منافسة مثيرة وكبيرة جدا بين الفريقين. كيف ستكون الربع ساعة الأخيرة؟ هل ستبقى على هذه الوتيرة؟ كازيميرو، أليكس تيليز، تغيير اتجاه اللعب، برونو جيماريش، فريد، فينيسيوس جونيور، فريد، برونو جيماريش، فريد يحاول يسدد، فينيسيوس جونيور، الكرة قريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. يحاول أن يلعب كرة بينية. إيدير ميليتاو، وتشتيت ناجح للكرة. أليكس تيليز، فينيسيوس جونيور يسيطر على الكرة، قوية من جيسوس. دانييلو، فريد، جابرييل جيسوس يلعبها على اليمين، برونو جيماريش، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا، فرصة هجوم معاكس. إنسو فاتي، مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. بيدري عنده مساحة خالية على الطرف، يلعب الكرة. والآن فرصة للتحول الهجوم. دانييلو كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يبعد الكرة إلى بر الأمان. يلعبون ركنية قصيرة. رودري، التسديد الآن. بيدري، كرة تعود إلى منتصف الملعب. نيمار، مباراة مثيرة، منافسة وندية على أرضية الملعب، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في هذه القمة. لقاء مثير جدا في هذا التوقيت، توقع بالفائز أمر صعب جدا. أي فريق قادر على تحقيق الفوز في أي لحظة هنا؟ بيدري، الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ، بطاقة صفراء مستحقة. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل، من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لابورتي، كارفاخال، أسنسيو، لابورتي، يورينتي، باو توريس. إسبانيا لديه جودة كبيرة في التمرير. يورينتي يحاول استغلال مساحة إذا وصلت إليه الكرة. انطلاق الآن من المدافع، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه. البرازيل عليهم أن يتحركوا بسرعة أكبر في الملعب
حتى يشكلوا خطورة حقيقية على المنافس. كرة للمنطقة الأمامية، يدير ميليتاو، برونو جيماريش، جابرييل جيسوس. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. يلعب الكرة إلى الوراء، برونو جيماريش، إمكانية تسديد الآن، فينيسيوس جونيور. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، فينيسيوس جونيور. نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. الكرة الأخيرة، فرصة سانحة للتسديد، هل يمكن أن يستغل تسديدة؟ جول من برونو جيماريش. هدف قاتل. نعم ضربهم كواهم، أحرق مرماهم في وقت قاتل، هدف قاتل في يوم كبير، هدف من النجم الكبير. الله، بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. كانت هناك مساحات في الدفاع، نجحوا في استغلالها بشكل رائع، وصلوا للمرمى بسهولة بعد ذلك. متقدم، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء.